اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. السؤال ديال اليوم هو كيفاش نحفظ المواد الأدبية. أجي نجاوبوا على هذا السؤال، وما تنساش تابونا في القناة ونتلاقاو مور الإعلان. مرحبا بك في الإعلان ديال كورس الاجتماعيات. إلا عندك السيزيام أولا باك علمي أو لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك المادة متكاملة وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، أو لا تدخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. كاينه واحد التقنية في الحفاظة اللي كتسمى بالتكرار المتباعد، وهي أنك تتعاود مثلا عندك شي درس ديال الحفاظة فقط، شي درس مثلا بحال القرآن، شي درس شي حاجة ديال الحفاظة فقط، شنو تدير؟ ما تتمشيش تحفظها ولا شي حاجة، تتعاودها اليوم وتتحبس واحد المدة مثلا حتى الغدا وتتعاودها في القراية. تتقراها اليوم وتتقراها غدا مثلا في واحد الوقيتة ديال الليل، وبعده تتقراها في الصباح مثلا. هذاك الدرس ولا هذاك الشابيتر ولا هذاك الجزء ديال القرآن ولا شي حاجة كيولي تحفظ بلا ما تحس به، حيت كتكون تما طبقتي تقنية ديال التكرار المتباعد. هاد اللعبة هاد التقنية هادي تتخدم على العقل الباطن. حنا نقول لك مثلا دابا نقول لك شي جملة وغادي تخرج لك الكمالة بوحدها، مثلا نقول لك أجرى دام ملحة، عقلك تيجبد الكمالة حيتاش هاد الجملة حفظتيها بتقنية التكرار المتباعد. وهادي تقنية زوينة. إلى عجباتك ما تنساش تفولوني في الانستغرام وتابونا في القناة. تلقاو في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.